واضحه ايه واضحه ايه خلاص يكفي يا ياسر يكفي اقتلها فاتت حمدة ما هي حمدة ما هي حمدة واضحة يا الربع قول الفوز ياسر على بنيتي واضحة والحين صار وقت حل اللغز ان شاء الله يحل اللغز ونخلص منها ايه ايش فيك اسمع يا ياسر ونشهد أنك شجاع وصنديد ونسوي الفارس يهزم واضحة بنت الزعيم مطرود بالمبارزة صحيح أنا هزمتك بالمبارزة بس أنت هزمتيني بعيونك تقديراً مني لشجاعتك يا ياسر ما ودي أطرح عليك اللغز الكبير اللي ما له حل ودي أطرح عليك لغز سهل وبسيط أنا جاهز يقول اللغز وش هو الشيء اللي رجوله على الارض وراسه فوق النجوم ان شاء الله ما يعرف اللغز ان شاء الله قل 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 قل, قل يا رب قل يا رب فكر لك يا سير ما في اسهل منك حزيره والله الرمل بيرحم ابو شاب انت لا تتدخل خنقتني انت تعرف تعرف الجواب؟ إيه البهيم يعرف الحل من هو؟ شايف البهيم على الأرض وفوق ال... ها؟ وش جوابك يا ياسر؟ يا ما عرفته يا الربع الفارس ياسر ما عرف حل اللغز شو هو الجواب؟ الضابط يا جحش الضابط تقل البهيم الضابط لك يخرب بيتك يخرب بيتك شو ما بتفهم لك بهدل انت اصدام منهم يلا شو بسمعني على المغفر مشت البطة يلا لك يلا انت لك حيوان الحاو كمان يلا والله الرملة بينحم مبروك الخسارة حيا واضحة مبروك الخسارة مبروك رح نشب رح نشب لا تعاود حياتي حياها واضحة الله يختار حياها اختار جال يا حبي وش ذا انت مهم انا